يا رجل راحت نص السنة وكأنه شهر. الوقت بركض ركض. شو صار معك بتعديل الكلر؟ والله لسه بطلب القطعة، شكله حيكلفنا كثير. والله شو بتركب عليه قطعة أصلا؟ كل شيء، تربوهات أكبر. أوكي. وعدل البواط أهم شيء. بواط؟ شو البواط؟ جمع شوز بواط؟ هذا مصطلح جديد تعلمته من زياد، مصطلح شيء قطعة بسيارة كثير ضرورية. أوكي. باللهجة السورية. كريم ترى احنا بنحكي نفس اللغة، هاي بده سبتايتل صار لأول مرة بالسيارات. طيب أبواط، والله شكلك بدك تشتري شوز أنت. طيب حبسطها عليكم. أوكي. السيارة أبواطها عادي ولا أوتوماتيك؟ جيرها يعني؟ يا رجال البوط صار جير. أنا هلأ فهمت، يا بواط من أشواط شوط الجير. أنا إلى هنا ما بعرف صراحة، أنا تعلمت فقط مصطلح من زياد، ما بعرف غير هيك. بما أنه بنحكي على بواط وأشواط ومصطلحات، خلينا نعمل الجزء الثاني من مصطلحات قطع موجودة بكل السيارات ولكن بعدة لهجات بالدول العربية. شوي شوي على البواط، الله يرضى عليك. اوكي، مثل ما شفتوا الفيديو الاول نال اعجابكم وطلبتوا منا جزء ثاني. تمام، الجزء الثاني ان شاء الله رح نحكي فيه ايضا مصطلحات وقطع موجوده بالسياره ولكن بلهجات مختلفه من الدول العربيه. نزل مصعب ستوري على حساب عرب جي تي بالانستغرام، كان يصور قطعه من السياره ويحط بوكس اسئله، كان مطلوب من متابعينا الفخمين يكتبوا شو اسم هذه القطعه حسب لهجه بلدهم. طبعا السيارة حنستخدمها اليوم من شركة انفينيتي اليابانية، طراز الكيو اكس 80، طراز اللوكس اللي هو الفول اوبشن الطراز الفخم. هو بشكل عام انفينيتي دائما اوبشن عالي مقارنة بالنيسان بترول اللي شقيقتها من الام الثانية. فانفينيتي كيو اكس 80 سيارة عائلية بامتياز، ثلاث صفوف من المقاعد، تكييف جبار ما شاء الله، حراره 46 حاطين المكيف 22 اموره تمام، ومبعدين المكيف عن وجهنا، احلى شيء فيه المكيف. واكيد محركه 8 سلندر 5600 سي سي بقوه تقريبا 400 حصان. يلا نبدا مع بعض مصطلحاتنا. اول مصطلح سالناه للشباب اللي هو الاضواء الاماميه او حتى الاضواء الخلفيه. صهيب، اول شيء الاردن. بالاردن؟ اه احكي لك المصطلح زي ما بيقولوا اهل الاردن. بالضبط، بالاردن بيحكوا الضواو. الضواو بالضاء. الضواو مش ضواو، الضواو. اوكي، ضواو او ضواو. الضوء الامامي، الضوء الخلفي عندك. طيب تمام. ايضا اهل فلسطين بيحكوا ضواو. الكويت والعراق، الكويت والعراق بيحكوا له ليت، يعني ليت. انجليزي يعني هو من اللايت. انا اعتقد اغلب دول الخليج بيحكوا له ليت، حتى الامارات بيحكوا ليت. السعوديه الوحيده اللي بيحكوا ليت وبيستعملوا كمان مصطلحات تانية. اكثر مناطق السعوديه بيحكوا الاضاءات الاماميه ستوب ستوب. بالسعوديه حكينا انه بيستخدموا كلمه ستوب تمام، ولكن ايضا في مصطلح ثاني في المملكه العربيه السعوديه بيستخدموه للاضاءات، شو هو غير ليت؟ يعني هو شيء بينور ولكن ما قبل اختراع الإضاءات. شمعة. شمعات. شمعات صحيح. بسوريا، سوريا ضوء. بمصر والسودان شو بيسموا الإضاءات الأمامية؟ فانوس. فوانيس. لا فوانيس. 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 جو على إيدينا. لا لا هاي معروف فانوس. فانوس. صحيح فوانيس في مصر والسودان. الجزائر يا صهيب، أنا مستلمك من الفيديو الماضي. والله الحبايب رح ضل يزعل مني أهل الجزائر. أنت محسوب لك، أنت محسوب شوي على الجزائر. محسوب على الجزائر نعم. شو بيحكوا للإضاءة الأمامية في الجزائر؟ أنا راح نور؟ لا، في الجزائر وأيضا في تونس الحبيبة، أيضا تونس الخضراء، نغار أو نغار، ما بعرف إذا أنا لافظها صح، صححوا لي. صححوا لنا يا جماعة. في المغرب شو بيسموا الإضاءات الأمامية يا شباب؟ أنوار. مصابيح. بوالي. 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 بواري عاد سبحان الله المصطلح بالخليج حتى بالأردن وبلاد الشام اللي هم البكرات. البكرة اللي هي بتكون على الإنجن، بكرة الكرنك ولا بكرات تشارج. السوبر بتسميها البولي بوالي. أو الدينامو. أو البوالي أو بكرة الدينامو. نروح الآن لقطعة ثانية اللي الآن مصعب عم يستخدمها بمثبت السرعة، هدول الأزرار. طبعا الأزرار سواء على الستيرنج أو الأزرار الموجودين عند الأبواب اللي بيفتح النوافذ، أي زر موجود في السيارة احنا بنحكي له زر. بالأردن شو؟ زر أو كبسة. 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 بالأردن، سوريا، فلسطين، لبنان، الكبسة أو الكبسات. المصطلح الكبسة في الخليج هو الأكلة. أكلة صح، أكلة الكبسة، ولكن كبسة أو الزر في سوريا، لبنان، أردن وفلسطين. طيب بالعراق شو بيسموه؟ دقمة. دقمة. راجع من العراق قبل فترة صغيرة. صحيح راجع من العراق قبل فترة. دقمة. اكبس لي الدقمة اشوف. طيب. اللوك عليه. في السودان.
مش خاطر ببالي شيء. شغل لي مخك يا صهيب. شو بيسموه؟ لا مش فتاحة. مفتاح؟ مفتاح. أعطيني إياه بمصطلح مصري في المصري يعني. الزرار. الزرار أو الزراير. أنا عم بحاول جيب اللهجات اللي بعرفها يعني، أنا مستر لهجات، أحب اللهجات. طيب في السعودية وقطر؟ أعتقد أزرار. 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 في السعودية وقطر قولوا أزرار. طيب باليمن؟ ممكن مفتاح. لا طاقة. الطاقة. طاقة. افتح الطاقة. افتح الطاقة يعني الشباك. افتح الطاقة يعني الطاقة. افتح الطاقة يعني افتح الشباك. نعم. يعني ما بيحكوا له زر هذا، بيحكوا له افتح الطاقة حتى خلاص عارف بيعرف عليه. خلاص مختصر. تمام. الكلمة مش موجودة يعني. طيب في الإمارات العربية المتحدة ممكن زر. بس حد يعرض مرسيدس للبيع اس كلاس، في مصطلح جدا مشهور من اوبشنات المرسيدس، شو بيحكي لك؟ 6 فصوص يعني فول اوبشن. الفول اوبشن 6 فصوص، 4 فصوص فصين، عرف كيف؟ نعم. 4 فصوص. فهو مصطلح من اللغة العربية الفصحى، نفس مثلا فص ثوم. نعم. وهو الزر ايضا في الامارات بيسموه الفص. طيب في الجزائر؟ غششني يا اخي، غششني، فضحت مع الجماعة. طيب اسمع، وقت بداية الفيديو تسألني عن تعديل كلر، حكيت لك لازم نعدل ابواط شيق يعني من هالاحرف هاي، بس بطريقة جزائرية كيف يطلع معها؟ بطاط. 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 باء واو طاء الف تاء. بطاط. نعم. لبنان. لبنان اعتقد كمان ازرار او لا. كبسه. كبسات يا خيي. لا خيي بدك تعطيها مصطلح لبناني. تحيه لمتابعينا من لبنان، لازم باللهجه الصعيب، حاول انت شاطر اللهجه اللبنانيه. باللبنانيه حافظ كم مصطلح انا من الافلام يا خيي، ما فيني كفي يا خيي. شو الكلمه؟ فأسيت. فأسه. نروح الان للكونسول الوسطي. هاي القطعه فكره اكتشفت انه هاي القطعه صعبه. هاي صعبه 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 هاي القطعه. الكونسول الوسطي اللي شايفينه امامكم مع نظام الدفع الرباعي الجميل وما استحكم بانظمه الشاشه. هاي الشاشه فرقت كثير عن سيارتي على فكره. ما بيعرف انه مصعب هو يمتلك طراز كيو اكس 8 موديل 2020. كان الشاشات غير، كان بيجي فيها شاشه بتجي من تحت. ايه طيب الان نروح للكونسول الوسطي هذا. انا بعرف بالاردن صراحه الاسم بضحك. قول. بجوز ناس يضحكوا علي، بسموه الجحش الوسطي. عن جد بحكي الجحش الوسطي. شو الفكره انه هو جحش بالنص؟ ما بعرف، لا تسالني هذا السؤال. بالاردن وفلسطين بيسمى نفس الشيء، جحشه الوسط او جحش الوسط. في قطر والبحرين طبلون. الطبلون الفوق انا بعرف. لا حتى هاي طبلون وسطي. طبلون وسطي. طبلون وسطي. صحيح. طبلون ايضا في المملكة العربية السعودية بيقول طبلون. طبلون او ديكور داخلي. انا بقول لك حتى في الامارات بقول لك ديكور. ديكور داخلي. فايضا بيستخدموا كلمة ديكور. نروح الان للعراق. ديكور داخلي. الوسط. اقول لكم يا بالعراقي كيف؟ قول باللهجة. الدشبول. 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 عاد هو الداشبورد. الداشبورد. داشبورد. ولكن بالمص الدشبول. مصر وسوريا. كونسول. 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 الإطار الاحتياطي اللي هو موجود بالإنفينيتي كيو إكس 80 بشكل مخبأ أسفل السيارة عشان ما يأخذ مكان أو يكون معلق، أيضا ما يكون موجود جوا الصندوق الخلفي، فمثبت أسفل السيارة. بالعراقي شو يسمونه؟ سبير. سبير أعتقد. سبير. سبير. كثير من الدول. كثير دول سبير. بالعراق بيسموه سبير، بالأردن بيسموه سبير، عمان، سبير. الكويت، اليمن، اغلب الدول، اغلب الدول سوريا. السعوديه، سوريا لا ما بيسموه سبير، ممكن بعض الناس يسموه سبير، ولكن المصطلح المتعارف عليه في سوريا مش سبير. بسوريا وبمصر في مصطلح مشهور جدا عرفته، بس لك معك استبنى. في السوري الدمشقي الشامي معك استبنى، اما في لبنى على نفس اما في مصر معك استبنى يعني معك سريع. والله حاسس انه معك سكين يا معك استبنى، معك مطوة. نروح للجزائر الحبيب. سبيغ. انت شو مصعب قلب حزي يعني. سبيغ. الرودو سكور او رونو سكور، يعني يا رودو سكور يا رونو سكور. صححوا لنا هذا والعلم عند الله انه فرنسي. طيب في المغرب شو هو؟ المغرب الرويضة. الرويضة. رويضة. 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 طيب نروح الان صهيب، نزل المسند الوسط اللي عندك. ماذا يقول أهل الأردن عن المسند الوسطي؟ ركاي. أهل ركاي. الأردن ركاي. وفلسطين يقولون ركاية أو ركاي بدون التاء المربوطة. ركاي أو ركاية. طيب السعودية مسند. لا في مصطلح دائما في الخليج، حتى بالسعودية، حتى في البحرين، في الكويت، تكي. أيوه عليك تكاية. لأن شو فكرة تكي؟ يعني نقعد نسولف كذا. بالعراق. بالعراق تجوة.
تجوة؟ نزل التجوة؟ بعمان، سلطنة عمان. متكية. 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 طيب نروح لسوريا. المسند الوسطى شو بيسمى في سوريا وأيضا مصر؟ مسند. ده. سنادة. 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 نروح الآن للمرايا الوسطية الموجودة الآن. أول مرايا السيارة بشكل عام. وطبعا حلو بالـ QX80 عندك المرايا تتحول لكاميرا في حال كان في حمولة، ما عندك أي مشاكل. تفرق معك كتير خصوصا إذا أنت محمل معك ناس طوال القامة أو فيديو نقل البيت تاعي اللي نزلته الـ QX80 Black Edition. 100% لا يفوتكم هذا الفيديو لأنه عن جد راح تعرف قيمة المرايا الوسطية تكون عبارة عن كاميرا. طيب صهيب، بالأردن إيش بيحكوا عن المرايات؟ المرايا أو جمع موري. 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 موري مش بمصر أيضا مرايا. مرايا أعتقد أغلب الدول العربية. بسوريا مرايا. طيب بعمان والإمارات الجامة. الجامة المتعارف عليه الجامة هو الزجاج، ولكن أيضا في بعض الناس سموا المرايات جامات. الجامة أيضا في قطر بيسموها منظرة. منظرة. منظر. منظر. أوكي. السعودية مرايا. مرايا. المرايا كمان في المغرب المرايات. أي هي بشكل عام المصطلحات اللي كانت في حلقة اليوم؟ غريب التنوع بمصطلحات السيارات بين الدولة العربية والدولة العربية تانية. بس المغرب العربي في مصطلحات مستحيلة تتحذرها. في بعض المصطلحات يا أخوان يعني بيكون إنه مثلاً بنهاي بتكون مدينة معينة بيحكوا هذا المصطلح. المدن الثانية ما بتكون تحكي. كمان بتصعب كثير من عمليه المصطلحات تاعت السيارات. احنا هذا حسب ما وصلنا من الانستغرام تاع حسابات. طبعا هاي المصطلحات اللي حطيناها هي نتيجه الاحصائيه او الاسئله اللي حطها مصعب على حسابنا في الانستغرام، حساب عرب جي تي الرسمي. انت اللي بتتابع الفيديو على اليوتيوب احكي لنا مصطلحات غريبه لقطع سيارات او قطع كهربائيه بتحكوها بكلمات غريبه ببلدك، اكتب لنا اياها بخانة التعليقات بالاسفل. او اذا انت كان عندك مصطلح للقطع اللي ذكرناها اليوم غير اللي ذكرناها من متابعين ايضا اكتب لنا اياها في التعليقات. هذا كان فيديو اليوم، تابعونا لكل شيء جديد في عالم السيارات، صار دائما نحاول نقدم لكم محتوى متعلق بالسيارات متنوع للجميع. ونحو شعارنا الدائم للعالميه باسم العرب مع عرب جي تي. السلام عليكم. سلام. في امان الله.